مساء الخير على حضراتكم جميعا، ارحب بحضراتكم جميعا فردا فردا في مناسبه ندوه شبكه اعلام المراه العربيه عن عيد المراه. والمراه احنا بنحتفل بيها دائما في شهر مارس، هو شهر المراه، ولكن احنا كشبكه اعلام المراه العربيه بنحتفل دائما بالمراه في طول العام. العام الماضي كنا عملنا مسابقه الام المثاليه على مستوى العالم العربي، فاز في هذه المسابقة 5 شخصيات من مصر 3، والأستاذة مريم محمد منصور من دولة الإمارات، والأستاذة انتصار محمد من دولة اليمن. الحقيقة كرمناهم في شهر مارس العام الماضي. السنة دي قررنا نكون الأم المثالية للمكفوفين على مستوى العالم العربي، تقدم لنا 11 شخصية فازت باقتدار الأستاذة أحلام جلال، نحييها جميعا. إلى مدرسة النور للمكفوفين الإسماعيلية، وهي على فكرة من مؤسسين هذه المدرسة مع الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق. وطبعا احنا بنشكر سيادة اللواء أرجان حرب ومصر حلمي أحمد القيادي البارز في الشبكة، نحييه جميعا. صاحب التاريخ الحافل اللي هو يعني تعرفنا الأستاذ أحلام عن طريق سيادته لما كان سكرتير عام لمحافظة الإسماعيلية. بحيي الشاعرة الدكتورة سلمى بن ناجم نائب رئيس المجلس السيادي الجديد. حي المفكر والإعلامي الكبير الدكتور هشام الدباغ من الأردن. حي الشاعرة المتميزة الأستاذة وداد سلام القرالة نائب رئيس اللجنة الثقافية والشباب. شبكة إعلام المرأة العربية في 18 دولة عربية بتضم 6150 عضوة، وتضم 226 شخصية قيادية منهم 8 رجال، نسبة النساء 97.2% سواء في اللجان او قيادات الشبكه. الحقيقه ان انا ما بحبش اطول، واعتبر هذه الكلمه ترحيب بحضراتكم جميعا، والان الكلمه مع سياده اللواء اركان حرب ومحسن حلمي احمد الشخصيه الوطنيه العظيمه والقيادي البارز في شبكه اعلام المراه العربيه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وطيبين. طبقا لخريطة الطريق اللي قالها الدكتور معتز في اليوم احتفال بالشبكة اللي هو الاحتفال العام السابع التوالي كان أول امبارح، وفعلا الشهر ده شهر مارس ده شهر المرأة على جميع المجالات. يعني هنبص نلاقي في مناسبات كتير حلوة في الشهر ده، عدا مناسبة واحدة بس اللي هي الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن برضو كويسة بالنسبة لنا لان النصر المصري وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عامل حساباته. عامل حساباته في الراجل ده تفكيره مسبق، يعني بيتوقع. هو طول عمره مدير مخابرات، هو نائب مدير مخابرات، وانا اتكلمت معاه تحت قيادته في فريق صار التخطيط. كان عندنا موضوع التوقع و اللي هو الترتيبات المسبقه اللي هيحصل في العالم قدام. هو كان وظيفته ان هو يقرا الكلام ده ويحلل فيه عشان ياخد القرارات. القرارات بتاعته اللي هي مسبقه دي طلعت تفيد مصر في اليومين اللي احنا فيهم دول، في ازمه الكورونا وضحت، في ازمه النزاع الاوكراني الروسي، مش عايز اقول حرب لان دي مش حرب، ده نزاع، لان حرب ايه؟ ده روسيا المفروض يعني تنهي الموقف خلال يومين، ولكن في سياسه معينه اللي مخليها لغايه النهارده 13 14 يوم. نتيجة طبعا الأحداث أوكرانيا وروسيا دي كان في تداعيات على العالم كله، وخصوصا في موضوع الغذاء والاقتصاد، وخصوصا القمح الروسي أو القمح الأوكراني. الحمد لله مصر عاملة حساباتها في الاحتياط الاستراتيجي بالنسبة للقمح 3 4 شهور قدام، بالإضافة إن شاء الله الزراعات اللي هو عملها في مصر من خلال أكثر من كذا مليون فدان هيبقى الناتج بتاعه إن شاء الله يقدر يغطي مصر فيه على المدى الطويل. الحاجة الثانية الأساسية موضوع الغاز، لولا اللي هو التأمين الاقتصادي اللي عمله هسميه عزيز مصر او صقر مصر او نسر مصر، التسليح اللي هو عامله عشان يأمن المنطقة الاقتصادية بالنسبة لمصر خصوصا في مناطق الغاز، اننا المعركة اللي جاية هتبقى معركة غاز انما يسبقها معركة المياه. معركة الغاز دي كون التسليح المصري الجديد والشراء اللي انتوا بتسمعوه للتسليح واخرهم 35 طيارة F-15 امريكا افرجت عنهم تجيل لمصر، بالاضافه للطرافال اللي قبل منه، اضافه الى الاسترال وحمله الطائرات، بالاضافه لمجموعه من الغواصات. انا كنت موجود في الجيش كان عندنا 3 بس، دلوقتي عندنا اكثر من 8، يعني بسم الله ما شاء الله في خلال فتره قدر يجيب تسليح غير عادي، تسليح من دول كانت بتحاربنا اساسا وكانت تمنع عنه، وكان بيشيعوا موضوع خلي بالك في حاجه اسمها ايه؟ التوازن العسكري،
فيش كلام ده، مش حاجه اسمها توازن عسكري، في توازن مصلحتي، مصلحتي فين واشتغل على اساسه. هو الراجل خد المبدا ده واشتغل عليه الحمد لله ربنا كرمه. مش عاوزين ننسى في خضم الموضوع ده اوكرانيا. اوكرانيا دي كانت من ضمن القوات اللي تسببت في مذبحه سراييفو وتسببت البوسنه والهرسك. خلي بالكم، خلي بالكم عشان ايه ما يحصلش تعاطف معاها. لا، هم اساسا رئيس الدوله يهودي وفي نفس الوقت معظمهم يهود وارتكبوا من المجازر ضد المسلمين على مستوى العالم. خلي بالكم عشان ما ننساش ونتعاطف معاهم على ايه كلام عام. لا، نتمنى بالامانه ان روسيا تاخدها، لان روسيا من حقها ان هي تامن الفداء الخلفي ليه اللي هو اوكرانيا. ليه؟ لو انتوا فاكرين نرجع لورا شويه بقى، الناس الكبار في السن زي كده، انا مش عاوز قوي يعني 65 سنه خليج التماسيح الخنازير اللي هو كان في كوبا، كانت روسيا فكرت تحط صواريخ نوويه في كوبا، امريكا قومت الدنيا عشان ايام كده عشان ينسحبوا. نفس القصه بتتكرر اليومين دول، امريكا عاوزه تحط اسلحه تحت الناتو في اوكرانيا بالقرب من ايه روسيا، وده ما يسمحش. الامن او المجال القومي بالنسبه لروسيا ما يسمحش ان يتواجد صواريخ من الناتو على حدوده، استحاله ومش هيسمح. وانا كرجل عسكري بؤيد هذا. بالنسبه حتى لمصر احنا لينا مجال حيوي، لما بلاقي فيه صواريخ تقدر تجيبني بنقدر نعمل مشكله ساعتها وبنقدر نرد جامد ساعتها. دي مشكله الاوكرانيه الحمد لله ربنا كرمنا وبالتفكير المسبق للسيد لنسر مصر او عزيز مصر قدرنا نتغلب على هذا الموضوع، سواء الموضوع الاقتصادي كمان في الغاز او بالاضافه للتوازنات العسكريه اللي احنا دايره في العالم. ان شاء الله الكلام ده ان شاء الله مش هيجيب نتيجه معانا، والحمد لله احنا التاثير علينا. خلي بالكم التاثير الداخلي اللي تم في الاسعار في مصر ده التجار مش الدوله. خلي بالكم التجار هم اللي زودوا 20% لا قل عن كده وليس الدوله. الدوله بتحارب الكلام ده على اساس ان هي ترجع بالاسعار كما كان بها العهد. بالنسبه للمناسبات الدنيا في شهر مارس، ما قلنا شهر المراه زي ما الدكتور معتز بيقول، احنا عندنا يوم المراه العالمي ده في يوم 8 مارس، وده اليوم ده بيؤكد على انجازات المراه الاقتصاديه والاجتماعيه في مجالات العالم بالكامل. على مستوى العالم ليها نجاحات، النجاحات دي لا يمكن احنا نغفلها في يوم المراه العالمي. الحاجه الثانيه يوم 9 مارس، يوم 9 مارس ده يوم الشهيد المصري. لو نرجع شويه بس، الفريق عبد المنعم رياض ده كان رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ده كان يلقب بالجنرال الذهبي، معلش لازم نذكر الراجل ده حقه، تمام؟ كان اسمه جنرال الذهبي، وهم على مستوى العالم في حوالي 100 اسمهم جنرالات ايه الذهبي. هذا الرجل وصل من العلم ان هو كان اساسا في ثانويه عامه داخل كليه الطب نتيجه الحب العسكري، لان كان ابوه راجل عسكري وكان يعتبر يعني رئيس قطاع البولجامات، مش عارف ايه البولجامين في الكليه الحربيه اللي هو المسؤول عن اللواء الطلبه، يعني كان ابوه راجل هو مسؤول عن اللواء الطلبه، فابنه طلع راجل عسكري داخل كليه الطب بالحب العسكري استاذ الطب ودخل الكليه الحربيه، تمام؟ لما دخل الكليه الحربيه طلع من الاوائل الكليه او اول الكليه او دفعته، وفي نفس الوقت دخل السلاح المدفعيه، كان اسمها المدفعيه المضاده للطائرات على زمان، هي دلوقتي كان اسمها بقى اسمها الدفاع الجوي او المدفعيه الصاروخيه، يعني اسمها السلاح المضاد للطائرات او المدفعيه الصاروخيه او الدفاع الجوي. هو جنرال عبد المنعم رياض. عبد المنعم رياض ده علشان يطور السلاح المدفعيه المصريه من سلاح صاروخ بس يضرب بس، لا يضرب كمان دفاع جوي، عشان نجيب سلاح من روسيا دخل كليه الهندسه ودرس 4 سنوات عشان يعرف الصواريخ، عشان يدرس صواريخ بس. اشوف مدى الشغف بتاعه والعلم بتاعه، يخش كليه هندسه يقعد 4 سنوات يدرس هندسه عشان يروح روسيا يتعاقد على الصواريخ كناحيه هندسيه. الراجل ده وكان مدير سلاح المدفعيه وبقى رئيس اركان حرب القوات المسلحه يعني رقم 2، فكان يحب ان هو ما يقراش الورق لكن يروح يبص في عينه بعينه يشوف العدو الاسرائيلي او على الناحيه الثانيه من الضفه بيقاتل ازاي وبيضرب ازاي وبيحارب ازاي، شوف تكتيكه وعين نظر. وهو موجود هناك طبعا القوات الاسرائيليه علمت بنتيجه ما او بطريقه ما ان رئيس اركان حرب القوات المسلحه المصريه موجود في المعديه نمره 6، لو انتوا عارفين اللي هي فيها معديه 6 اللي هي من الاسماعيليه او قريبه من الاسماعيليه حتى الجرجاف
ما هو على محور الاوسط على طول، ايه ما اسمها المعديه ست او معظم ست، وراح بيدرس هناك من احد النقاط القويه طبعا اسرائيل المحارب من رقم 2 في مصر موجود هنا، راح ضربه بالحقيقه اصيب، حتى قالوا له نخلى فندم ما رضيش، قال لهم لا ده انا جاي عشان اشوف اللقطه بتاعت اسراء الضرب. طبعا الحظ وقعت فيه ده انا في المكان اللي هو موجود فيه ففاضت روحه. وهنا ثم هذا اليوم تم الاحتفال بمصر، ده يوم الشهيد المصري للذكرى عبدين عمياد، طبعا خد فريق اول في هذا الحقيقه لروح الشهيد. برضه من المناسبات الثانيه النصف من شعبان بعد بكره ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، النهارده وحياه النهارده وبكره وبعد تمام، فان شاء الله هيليق شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين، فيعني مناسبات جميله قوي في هذا الشهر. فبقول المراه المصريه في العام بتاعها وفي اليوم العالمي بتاعها، احنا عندنا اربعه، الجده والام والزوجه والابنه، أنا أربعة مش كده برضه؟ والأخت بقى والأخت أدي خمسة، خمسة شريحة الإيه؟ المرأة. فطبعاً دي حاجة عظيمة جداً إن هي لابد إن احنا نحتفل بيها باليوم العالمي، كل من الخمسة دول ليها تأثيرها في قلب الرجل. ليها تأثيرها في قلب مين؟ هو الرجل بس. التأثير بتاعها سواء الجدة أو الزوجة أو الأم أو الابنة أو الأخت ليها تأثير جداً على الرجل، وبالتالي لا يمكن إغفال دور المرأة في حياه الراجل وعلى مستوى العالم في من الناحيه الاجتماعيه، وهي يعني بنقول ايه؟ هي اللي بتعالج وهي اللي بتصرف وهي اللي بتطبطب وهي اللي بتهدد وهي اللي بتسكن السكينه في قلب البيت. دي المراه ايا كان بقى نوع الشريحه او نوع الايه؟ القرابه. فاقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه الجايه نبقى احسن من كده. مش عايزين نطول عشان خلينا في الطريق نستكمل. أشكر سيادة اللواء خان حرب محسن حلمي أحمد القيادي البارز في الشبكة، وطبعا بنوه على اللي قال سيادته قالوا إن أيضا أول أمس كان عيد ميلاد شبكة إعلام المرأة العربية السابع التي تشرفت بتأسيسها في 15 مارس 2015 لتتحول لتصبح الحمد لله أكبر منصة إعلامية للمرأة في الشرق الأوسط. وبالمناسبة أشاد بشبكة إعلام المرأة العربية ملك البحرين أكثر من مرة وأنها شبكة عظيمة نفتخر بوجودها في العالم العربي، ده موجود على موقع وكالة الأنباء البحرينية، وأشاد بها الاتحاد الأفريقي ونادي المرأة الأفريقية اللي كرمني أيضا، وأشاد بها وزراء الثقافة سيدي محمد ولد محن وزير الثقافة الموريتاني وأيضا وزير الثقافة المغربي وزير التعليم المصري والعديد من المؤسسات، حتى راديو منطقة برضه وصف شبكة إعلام المرأة العربية أنها أكبر منصة إعلامية للمرأة في الشرق الأوسط، وهي المنصة الإعلامية الوحيدة اللي موجودة في الأمم المتحدة لها ممثلة في الأمم المتحدة هي الأستاذة إيمان وهمان منذ 7 سبتمبر 2019. الآن مع تكريم الأم المثالية للمكفوفين الأستاذة أحلام جلال التي تم اختيارها نظرا لطريقها الحاسمة لخدمة المكفوفين. هتسلمها سيادة اللواء كان حرب بشهادة بفوزها، وهتسلمها الدكتورة سلمى ناجم الميدالية الذهبية للشبكة. تفضل يا سيادة. زي ما قلتي وتقولي كلمة وتفضل يلا طلعها على المنصة وخليك قريب منها وبعدين هات لها تركوبة تفضل. 36 عاما من العمل في مدرسة النور للمكفوفين وكيلة المدرسة، وهي أسست هذه المدرسة مع محافظ الإسماعيلية الأسبق الدكتور عبد المنعم عمارة، وبعدين طلعت معاش من عدة سنوات
وبتعمل مشروعات للمكفوفين والمكفوفات في الإسماعيلية وبترعاهم على مستوى الجمهورية، ونحن يعني عارفينها كويس جدا من 5 سنوات، وهي فعلا شخصية حقيقية على الأرض موجودة ودائما داعمة لكل المكفوفين، وتحية لها ولكل المكفوفين. والآن مع كلمة الأستاذة أحلام جميل. شكرا. السلام عليكم. هو الحقيقة أنا دايما بحب أتكلم بالنسبة للمكفوفين على أساس إن إحنا برضه ما نعتبرش واخدين وضعين قوي في أذهانكم، لأن عدم تعاملكم معنا بيخلينا ما نعرفش أو أنتم ما بتعرفوش تفهموا إيه قدراتنا. وطبعا الحمد لله أنا بدأت كمان أدخل مع الإعاقات التالية في مؤسسات خيرية، ويمكن من 2-3 سنين كنت راحة المنصورة عشان جمعية خيرية، لكن حصل لي حادثة فما سافرتش بعدها، لكن إن شاء الله لو على مستوى الجمهورية إن أنا أشوف الإعاقات التانية مش المكفوفين وبس. عايزة أقول يا رب نحب بعض، الحب بيعلم حاجات جميلة أوي. يعني أنا لما أجي وأسمع النهاردة نسيت اللي هو محسن هو اللي قال عن، رغم ان انا مثلا ما كنتش اعرفه في الاسماعيليه او كده، يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه عايزه اقول ان اليوم فؤاد سعد الدين اللي كان حاضر في الاسماعيليه بيساعدني دلوقتي في نسبه للخدمات اللي بجيبها للاشغال اليدويه اللي احنا بنعملها سواء للمكفوفين، وبدات ادخل كمان مبصرين عشان اعمل بنك ان انت كمبصره تقدري تعرفي البنت الكفيفه دي بتتعامل ازاي، انك تمسكي ايدها وتوريها الحاجه. يعني انا عندي بناتي علمتهم فكره الغرز اللي هي بتاعه الخرز، دخلوا على النت، طبعا اللي بتشتغل على النت بتشتغل ما بتقدرش تمسك الكفيفه قوي، هم اتصلوا بيها علموها ازاي تعلم الكفيفات توصف لهم مثلا شكل الحاجه. أنا مثلا بشغلها برضو بعض الستات ليها ظروف صعبة مبصرات، بتكتب لي الحاجة بالطريقة المبصرة مع اللون، باخد الحاجة بنفذها زي ما هي بتعملها، والحمد لله ممكن تكون أثقل لأن إحنا عندنا استخدامنا لإيدينا بيعمل شغل جميل أوي. فعايزة أقول إن أنت عيني وإن أنا بالنسبة لك مفروض بتحمدي ربنا إنه هو بعد عنك هذا الابتلاء، وأنا بحمد ربنا إنه اداني هذا الابتلاء دليل على إني قوية وأقدر أتحمل ده وأعيش حياتي زي ده. الحقيقة أنا نفسي أذكر النهاردة أبويا الله يرحمه، الراجل الجميل اللي كان يا دوبك بيفك الخط زي ما بيقولوا، ده أتحدى بيه العالم كله في تعليم المكفوفين. أبويا كان كهربائي في الشرطة العسكرية. طبعا أنا وأخويا جينا مكفوفين، أخويا طبعا ديك البرابر بقى جدي مهتم بيه وكده ومش عايز حد يجي جنبه لأنه الابن الوحيد. لما جه أبويا فكر يودينا مدارس مكفوفين جدي قال له لو عايز تموتني ودي أحمد. ودي أحمد ما يجراش حاجة، لكن أحمد حفظه القرآن ومدخله أزهر. والحمد لله هو معاه دكتوراه في البلاغة. وصل برضو الحمد لله الأعلى وطلع معاش في الكلمة. أنا بالنسبة لي بقى كان نفسي أمي بتخيط عايزة أبقى خياطة، ماليش دعوة زي ما هي بتخيط أنا عايزة أبقى خياطة. قعدت أقاوح طبعا، مش عايزة أقول لكم كنت أحلى ما فيهم اللي كانوا بيعاقبونا، مش عشان إحنا ما بنشوفش كنا نتدرى ويطبطب علينا، لا، السلاح الكلاسيكي شبعت منه من أمي عشان كنت بخش أحط إيدي تحت الإبرة ولازم أتعلم، يعني لازم أتعلم. عملت مزورة خياطة للمكفوفين وبدأنا نفصل، بدأت كمان أتحدث الخياطة المبصرين لأن الخياطة لو أنتوا حاطين في اعتباركم محتاجة حاسة اللمس أكتر منها من أي حاجة تانية. فعايزة أقول يعني ما حدش ييأس أبدا في حياته، عايزة كل واحدة فينا، لأن إحنا اللي ربنا حط في قلوبنا الحب السيدات اللي بتتعلم الحب بتتعلمه من أبوها وبتتعلمه من أبوها. أبو أمي كانت جدتي كسيحة، فكانت هي تقول أنا هربي يعني أنا هخلي بالي بالست الكبيرة دي عشان ربنا يربيني ولادي، والحمد لله فعلا ربنا هو اللي ربنا. أبويا كان يخدني، معلش أنا أسفة على الإطالة بس دي حاجة معاك وقت
عايزه اقولها لكل واحد. يعني ابويا كان ياخدني في اسماعيليه، بس احنا بنقول على نمره 6 وجناي الملاحه، كان يوطي بيا على الارض يحسسني ان جيله، يقول لي دي احنا بنزرعها وبتطلع بالشكل ده، الشجره دي هنا الاساس بتاع الشجره، ده هنا الفروع، ده هنا كذا، لدرجه ايدي جت على حاجه زي التراب كده. فبقول له ايه دي يا ابويا؟ قال لي دي حبوب اللقاح يا احمد. يعني تخيلوا راجل الله يرحمه كان مش متعلم، علم بنته ايه؟ يمسك لي المفك، يقول لي ده المفك ده صليبه، المفك ده عايده، إيه اما تعملي، كان يعلمني ازاي اقور الكوسه وازاي اقشر البطاطس، بطن ايدك تعمل كذا، صوابعك تعمل كذا، لدرجه اني بتحدى المرسلات، معلش يا جماعه يعني انا بتحداكم، ممكن انا هتبوظ الدنيا لكن انا مش هتبوظ. فعايزه اقول ان البيئه البسيطه لما بتبقى مدركه بتعمل شغل جميل. للأسف الشديد أنا بلاقي في الفئات اللي هم متعلمين والأساتذة والحاجات القوية قوي دي ما بيعرفوش يتعاملوا مع أولادهم. لو عندهم أولاد في الظروف دي ممكن يخافوهم، ممكن ما يطلعوهمش الخوف الزايد عليهم، لكن هم ما بيسلموش بالطبيعة، هم ربنا خلقهم. أنا كنت بلعب الأولى على فكرة مع الأولاد وأنا صغيرة، هي ما اعرفش كانت بتيجي ازاي، لكن هما لما كانوا بيعملوا خطوط في الارض كده سبحان الله كانت رجليا بتحسها، ومن خلالها كنت بزق الظهر بتاع الاولى وربنا كنت بغلب المفتاحين. انا ما اعرفش كانت بتيجي ازاي لكن كان بيحصل. يعني ودني كانت بتدرك، يعني انا مثلا هزق لحد معين ودرك، ودني بتدرك المكان ده مكان ايه. لما باجي امشي في الشارع بقى مش عايزين تقولها على فكره احنا على ايدنا اليمين في عربيه كذا، احنا مش عارف بعرف ازاي برضه، عشان اللي يشوف حد في الظروف ده يقدر يعلمه. الودن لما بتتغطى عن الهواء، يعني الهواء ما بيجيش على ودن، يعني تخيلوا انا كنت منتقبه زمان في الكوره اللي قلعني النقاب، فكان المربس جواتي احس ان انا عاميه، مع ان انا عاميه بالطبيعه، بس زي ما المربس جواتي احس ان انا عاميه، الهواء اللي بيجي على ايديا بيحسسني ان المكان ده فاضي او مش فاضي، المكان ده فيه حاجه او ما فيهوش. فكنت فعلا عايزه اقول لكم ان لو جعلنا كل شيء فينا بيحس الاعمى يمشي وعيش. انت عملت الرجوع ولا ايه؟ شفتيني ولا حكيت عليا؟ لا انا حد يساعدها وجايبه المنظوره كمان. طيب يا سمعة يا مساء حبيبي، صور على جنب بعد اذنك، اتفضل على جنب، على جنب الناس تشوف. على فكره دون شال انا بعمله لوحده، خليتها بعتته لي على الواتس وناس بصوا عليه ووصفوا لي، هو معمول كام كروشيه بس انا بعمله التليفون عشان اعرفكم ان انا ممكن عشان انا ليه عملت هو ابن اختها على فكره. انا ليه عملت ان انا اطلب من الدكتور معتز ان انا اشتغل تليفون؟ لان الناس كانت بتتخيل مثلا لما يجي حد عامل حاجه وكنا بنسمع قدام ده تلاقي حد عامل هنا عشان يقول كذا، ده تلاقي كذا، ده تلاقي كذا. لا انا بعملته حتى في البرامج التلفزيونيه اللي بدا اصورها، اقول لهم لو حد عايز يصور معايا يخليني اشتغل وانا بتكلم عشان الناس تدرك ان فعلا انا اللي بعمل ده. لازم نحس ببعض، لازم نقدر بعض، يعني الحب جميل، الامومه جميله، انا مش ام بس ولادي كتير قوي ودي مشكله. يعني انا لو قلت بالتفكير الاكبر ان انا عندي شله عيال وعندي احفاد وكل اللي عايز طلب ما بيقولش لامه بيجي يقول لامه. عندي حفيد اخويا طفل عنده 4 سنين يقول لي انا همسك ايدك مش هخليكي تحتاجي حاجه. تخيلوا الطفل لما يقول لي وجيت له كمان ما بيعملش حاجه الا ورا بيعمل معاه كده وياخدني لما يبقى بياكل ويعمل مش عارفين بالنسبه للطفل الاكل ايه. اخته عندها 3 سنين الاقيهم هما الاثنين قاموا يجروا كل واحد مسك ايه. ده الجو جميل ده يا استاذ احلام عشان تعرف ايه الجمال ده؟ عشان تعرف ما شاء الله عليك ربنا يكفينا شر قرن المفتاحين يا جماعه. Oh, please,
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني الدنيا مش مستاهله ابدا. كلنا دايما بقول عبر لبعض، ففي ناس بتاخد كلمه عبره دي بمعنى مش حلو. لا، عبره يعني ايه؟ انا جايه لك ايه وانت جاي لي ايه. كل واحد فينا ايه بيتكلم، وكل واحد فينا عنده ميزه فيه. دي بقى المزوره دي نقط برايل، يعني فكره برايس اللي هي الارقام بتاعت البرايل. وان شاء الله ناوي اخلي حد يعملها لي بس بالمفصل، بس يبرز لي الكتابه بتاعتكم، بحس ان انا مش لاقيها بتاعتكم وبتاعتكم دلوقتي. احسس مثلا على الرقم بتاعكم، اعرف شكل الاثنين، اعرف شكل الثلاثه، يبقى انا زيك بلمس. لكن ده البرايل انا بس اللي عارفاه، لكن انت لو بصيت على المزوره عادي ارقامها موجوده عادي. دي عاملاها، كنت مقدمها في السعوديه من سنه 2002، انا عاملاها من سنه 79 على فكره. وبنقيس بيها ونقص عادي ونفصل ونعمل اللي احنا عايزينه. يعني مثلا انا هنا اهو الرقم ده 38. بص يا ابني، لا يقولوا ان انا بضحك عليهم ولا حاجه. اه الحمد لله. فعايزه اقول ايه، ان احنا ممكن تعمل اي حاجه. انا قعدت على مكنه الخياطه وخيطت رغم اني كنت بتسوق علق عشان ما اجيش جنب المكنه، لان اللي قدامي مش مدرك ان انا اجي جنب المكنه. لكن ما اوحى هعمل اللي هعمله، يعني هعمل اللي هعمله، بس اللي هعمله يكون حاجه كويسه. يعني مش نوع من التحدي، نوع من التحدي، وان ربنا سبحانه وتعالى اهالينا الطيبه اللي كانت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى رغم ان احنا اثنين بس، ربنا كرم اهالينا بينا. يعني الحمد لله انا معايا دكتوراه فخريه على قد كده من اكاديميه السلام بالمانيا، اللي هي مشاركه مجتمعيه. عايزه اقول ايه؟ اتعلم الحب، بالحب هتعمل كل حاجه. يعني انا بقول ابويا علمني او امي علمتني، لان اساس امي كان الحب، انها حابه حماتها وبتخدم حماتها ومش عايزاها تحتاج لحد، فقالت ربنا هيعلمني ولادي. وربنا هيربي لي ولادي. وقد كان، والراجل اللي هي كانت عايشه معايا، احنا ما جينا اثنين عمري مثلا، هو ابويا كان بيشتغل مرتب، راجل موظف بسيط، جابت مكنه الخياطه وتعلمت وبقت تساعد في علاجنا مع ابويا. صحيح في الاخر جه على قله فايده، بس مش اشكال، ايوه بصنع خير. فعايزه اقول يا رب نحب بعض، يا رب كل واحده فينا. أنا بحب أتكلم في الأمور دي ليه؟ عشان كل واحدة لو قابلت حد قدرت تساعده هتقبل، ربنا مش هيضيعه. وكل واحد برضه قدر يساعد هيقبل، ربنا مش هيضيعه. يعني أنا الوقت بجيب إن هما في سيدات أو رجالة ربنا يعفى عنهم، يوصل لسن مثلا 40 44 ويفقد بصره، عايزة أقول الحكاية دي صعبة جدا، أنا نفسي ببقى ببكي عشانهم، قال يعني أنا مفتحة، بس كانت صعبة عليا. وببدا اعلمهم ازاي يعيشوا حياتهم وهما في الظروف. طبعا تخيلوا سن مثلا كده وام عندها اولاد، وببدا الحمد لله انطق لها، اجيب لها برامج الكمبيوتر النطق تستخدمها، ابدا اوريها تستخدم المطبخ ازاي، وانها تدرك ان البوتاجاز، لان انت ساعات ممكن تولعي البوتاجاز يديكي صوت لكن ما يولعش، لكن في صوت هبه كده بتبقى كده مش عارفه بتبقى عامله ازاي. الود لو ادركتها تعرف ان البوتاجاز ولع، انها قبل ما تعمل شغل البيت مثلا تحط الحاجه على البوتاجاز تكون مجهزه كل حاجتها اللي بيها. احنا اخطا لان انا مش شايفه ولازم اكون حريصه. اللي هنا بقى منتجاتك اللي هنا يا استاذه احنا جبت ايه؟ فوانيس وايه؟ منتجاتي فوانيس وما فيهاش، لان شغل التريكو خلص على طول. عملنا لك دعايه جامده. وبفكر ان شاء الله ان انا اشتغل بقى في فتره الصيف الجايه دي تريكو على اول الشتاء باذن الله. يبدأ كوفيات دي منتجاتك اهيت، والاستاذ رامي المخرج ماسكها حضرتك عشان المصورين ما يصوروها. فين استاذ محمد انت اليوم؟ لا صوت معايا. صوت طيب. اشكرك يا استاذه احلام، وليك الدور تاني على الفيديو بتاعك. شكرا جزيلا. الله يخليك. اشكرك. معلش مفيش مداخلات، اخر ساعه الا ربع، ممنوع المداخلات. ممنوع المداخلات. شكرا. الان السادات والساده، الآن مع محاضرة الإعلامي والمفكر الأردني البارز الدكتور هشام الدبار صاحب التاريخ الحافل، تحت عنوان هذه المحاضرة، تحت عنوان الله نزل أحسن الحديث، حيث سيتحدث عن المرأة في القرآن الكريم
والمحاضرة تستلهم الرؤى من كتابات الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي. يتفضل الآن الدكتور هشام الدباغ بإلقاء هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الود والوفاء، وأتمنى أن تقضوا معي وقتا طيبا فيه الفائدة والمتعة. محاضرة اليوم تتعلق بحقوق المرأة التي ظلمت من قبل الرجل، لأن الرجل هو الذي وضع التشريعات دون أن يشرك المرأة في التشريع. والمطلوب أن يتم تشكيل لجنة من أهل الحل والعقد من الذكور والإناث لإعادة التشريع وإنصاف المرأة وإعطائها الحقوق الكاملة، حيث أن الله سبحانه وتعالى كرمها في القرآن الكريم ب74 آية تساوي فيها المرأة الرجل في كل شيء. لكن في مستهل هذه المحاضرة أود أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لصديقي الدكتور معتز الذي أتاح لي عدة مرات الفرصة كي أتحدث إليكم. وكذلك أود أن أتقدم إلى سعادة اللواء الصديق الوفي وصديق المرأة والمفكر اللواء محسن حلمي أحمد. كما أود أن أرحب بأحد أعيان الشرقية وقد استضافني في قصره لمدة أسبوع وعرفني على علية القوم في الشرقية الأستاذ رأفت متولي. أوقف يا أستاذ رأفت. وين؟ أستاذ رأفت لديه قصر جميل وقد استضافني لمدة أسبوع، وكنت في سعادة الغامرة مهما أوتيت من سحر البيان وحلاوة اللسان لا أستطيع أن أرقى إلى عتبة عتبات السعادة التي غمرني بها. الحياة المادية أيها الأخوة أصبحت تسقي كواهلنا وتكاد تسحق مشاعر الإنسانية وعشق الجمال في نفوسنا. بديهي أن الحياة ذات وجوه وألوان مختلفة، الضاحك منها والعابس، الزاهي والقاتل، المشرق والآفل للغروب، المشرق في الفجر والآفل للغروب في المساء. لذلك أود أن أقول بأن أحب هذه الوجوه إلى قلبي هو وجه المرأة العربية، لأن المرأة هي نصف المجتمع دون أدنى شك. وقد انتبهت إلى هذا الظلم الذي وقع عليها السيدة جيهان السادات، فأصدرت قانونا يسمى قانون جيهان السادات. القانون هو مؤداه كما يلي: لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أخرى إلا إذا استأذن أو أطلع الزوجة الأولى بأنه يزمع أن يتزوج مرة أخرى. فراجعها الشيخ الشعراوي قال لا يوجد في الشرع هذا، قال هو لدان حيسية. وأصبح قانون جهاد السادات ساري المفعول، وأنصفت المرأة من قبل السيدة جهاد السادات رحمها الله. على أي حال، الأفكار التي أسمع أن أقدمها لحضراتكم مستمدة من صديق لي عمل رئيسا لديوان الشيخ زايد في الإمارات، اسمه علي محمد الشرف، وكان مديرا للرئاسة، ديوان الرئاسة.
هذا الرجل مفكر من الطراز الأول ولديه أفكار وابتكارات من أعجب ما يقول لم ينتبه إليها أحد قبله. على سبيل المثال، هو استنبط أن الزكاة يجب أن تكون الخمس وليس 2.5%، ولديه أدلة على ذلك، ولذلك هو بدأ بنفسه، فكلما تحقق لديه ربح يختصر من الربح 20% ويقدمها للمحتاجين. إضافة إلى ذلك، من الاستنباطات الشهيرة التي أوردها في مجموعة من الكتب أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة فقط لا غير، أما التعدد فينطبق فقط على الأيام واليتيمات وليس غير ذلك، ويستشهد في مقولته بالعديد من الآيات القرآنية. هذه الابتكارات والنصوص هي التي شدتني إليه ونشأت بيننا صداقة وطريضة، ولذلك فإنني أقول أن معظم الأفكار التي أود أن أبينها لحضراتكم هي أفكار عبارة عن مزيج بين أفكاري وأفكاري. في مستهل هذا اللقاء أود أن أضع بين يديكم دعاء يفتح أمامكم كل المغاليق، بس قولوا من وراي أمين. اللهم افتح علينا بالقرآن بحق اسمك الأعظم وجلال وجهك الأكرم وسبحات جمال وجهك الذي ملأ الكون ففاض بأنواره مما حملك على توسعته توسعة لا يحتمل أنوارها وهو في اتساع مطلق. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين الخاشعين لعز ملكوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنصف المرأة واجعلها مساوية للرجل واجعل حقوقها كاملة غير منقوصة. آمين يا رب العالمين. ثمة إشكالية أود أن أعرضها لحضراتكم بأمانة. هذه الإشكالية تتعلق بتدوين الأحاديث. بدأ تدوين الأحاديث في عهد عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة التقي النقي. لو سألت حضراتكم أو واحد منكم شو تعشيت امبارح، قد يذكر أشياء وينسي أشياء. بعد 90 سنة من وفاة النبي ذكرت أحاديث في متون مختلفة، أحياناً المتن بيبقى مختلف رواية ورواية أخرى. لذلك الأحوط إنك أنت ترجع للأحاديث التي كان فيها النبي صاحب فعل، مثلاً صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث في فعل. أما الأحاديث الشفوية فالحقيقة أن الأحاديث الشفوية جرى عليها الكثير من التحوير والتزييف، والسبب في ذلك الهوى أو التقرب إلى السلطان أو إشباع الذات، فأصبح الناس يتداولون بعض الأحاديث وهي أحاديث مكذوبة، إما صادرة عن الهوى أو صادرة عن عزة النفس أو التقرب للسلطان. وعلى سبيل المثال أود أن أقول بأن مجموعة من الأحاديث، انظروا كيف يمكن أن تكون الأحاديث مكذوبة. يوجد هناك حديث صحيح، حديث ضعيف، حديث منقطع، حديث مرسل، حديث مدلس، حديث مجهول، حديث منقلب، حديث محرف، وحديث موقوف، حديث متواتر، حديث حسن، وحديث معلق، وحديث ضعيف، وحديث مرسل من قبل أحد الصحابة، وحديث موضوع. طيب لماذا نشغل بالنا؟
نحن بهذه الأحاديث والقرآن لم يفرط في شيء. إذن الأحوط والأحلى والأوفى أن نعود إلى القرآن الذي قال عنه رب العالمين: وما فرطنا في الكتاب من شيء. بعض الناس يقولون هذا نوع من الأحاديث التي يمكن أن يفضي بها قرآني، والقرآنيون مطاردون مذمومون لأنهم ينكرون الأحاديث ويقولون أن الأحاديث خاصة الأحاديث المروية مدام فيها متون مختلفة، وبعدين في بعض الأحاديث لا يمكن للعقل أن يقبلها وفيها الزوق يمج منها. على سبيل المثال الذبابة أيها الأحبة إذا وقع جناحها في طبق، فعلى الشخص الذي يرى الذبابة وقد وقع جناحها في طبق أن يغطس الجناح الثاني. بالله عليكم هذا حديث مش بالحديث هذا بيخلي الإنسان يقرف. الحديث المرأة ناقصة عقل ودين، مين بيقبل على نفسه إن المرأة تكون ناقصة عقل ودين؟ مين حكم العالم؟ رح أورد لكم تاتشر حكمت ما ينوف عن 13 سنة، ميركل من قد ما حكمت حوالي 16 سنة ملت وغيرت وطلبت إنه خلص يعفوها، بندرانيكا، أندرو غاندي. طب هدول هؤلاء النسوة نركنهم بعيدا ونقول إن المرأة ناقصة عقل ودين؟ هذا لا يمكن يقبل عقل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام كان بقوة 40 رجلا، من الذي استطاع أن يفحص قوة النبي 40 رجلا؟ كان يقضي مع نسائه التسعة لا في ليلة واحدة، من كان يرافق النبي في الليلة الواحدة حتى ينام مع زوجاته 9 مرات؟ كل هذا أحاديث مكذوبة. في بعض الأحاديث يحاول أهل الحل والعقل مثل الألباني مثلا يقول لك هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف هذا كذا، لكن الحقيقة الأحوط والأوفى إنه نرجع للقرآن. وما فرطنا في الكتاب من شيء، ليه نروح للأحاديث اللي فيها نوع من الشك؟ حتى عمر بن الخطاب مسك أبو هريرة قال له يا أخي أنت ما جلست مع النبي، الأحاديث اللي بترويها تحتاج إلى شهور تعقبها شهور. أبرز الآيات بقى في القرآن، أبرز الآيات في القرآن تتحدث عن المرأة مهمة أوي. تمام. نعم. وطبعا دكتور هشام بيقول لي في حديث صحيح وصحيح وبعض أحاديث منسوسة يعني. نعم. بدأنا. تفضل. أنا راح أستجيب لرغبة الدكتور معتز. ونقول الآيات التي أنصفت المرأة وجعلت المرأة مساوية للرجل. 74 آية في القرآن. قال تعالى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تعتبر هذه الآية الكريمة حقيقة أزلية أن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى في مرتبة واحدة لكل منهما مسؤولية في الحياة، فجعل الرجل قواما على الأنثى وكلفه بحمل المسؤولية والحماية والرعاية. لكن إذا الأنثى أيها الأحبة اشتغلت وأصبحت تأتي بالمصروف تنتهي القوامة. القوامة عبارة عن صرف على البيت وعلى الأطفال. إذا استطاعت المرأة أن تصرف على البيت والأطفال انتهت القوامة عند الرجل وأصبحت مساوية له. حمل الأنثى رب العالمين مسؤولية لا تقل عن مسؤولية الذكر، تبدأ بالحمل ووضع الأطفال وتربيتهم وتمريضهم وإطعامهم
والسهر على راحتهم، إضافة إلى تلك المسؤولية العظيمة وما فيها من معاناة وما تمر به الأنثى أثناء الحمل من آلام وما تتحمله من صبر حتى تضع الطفل، وتبدأ معاناة أخرى تتمثل في إطعامه وتربيته والسهر على راحته. بالإضافة إلى ذلك كله كفلها الخالق أن تكون سكناً لزوجها وأن تسهر على راحته وتعتني به في مرضه، وليست قطعة أساس أو خادمة عند الرجل. هذا ظلم للمرأة. أعود وأكرر أنه يجب أن تقوم من أهل الحقل الحل والعقل لجنة مناصفة بين الرجال والنساء لإصدار قوانين تشريعية تنصف المرأة وتجعل المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات. أربعة وسبعين آية في القرآن تساوي الرجل مع المرأة، لكن الفقهاء الذين ظلموا المرأة كذبوا وقالوا أن المرأة عبارة يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج إلا بإذن زوجها، وتخرج إما لبيت والدها مرة واحدة أو مرتين ثم بعد ذلك تخرج إلى القبر. هذا ظلم وتعنت، ولا يجوز أن يبقى في هذا الوضع. ولذلك أنا أقول أنه لا بد من إنصاف المرأة بعمل هذه اللجنة التي تساوي في الحقوق. والواقع أن الرئيس السيسي انتبه لهذا الموضوع وحاول أن يجدد في الفكر الديني كما فعل العلامة الكبير محمد إقبال الذي غنت له السيدة أم كلثوم أغنيتين كبيرتين، حديث الروح وأقبل الليل. اقرأوا محمد إقبال كيف يريد أن ينصف المرأة. محمد إقبال هذا الشاعر العظيم الذي أذكر له بعض الأبيات: قيثارتي ملئت بأنات الجوى، لا بد للمكبوت من فيضاني، صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني. أنا ما تعديت القناعة والرضا، لكنما هي قصة الأشجان. يشكو لك اللهم قلب لم يعلاك في الأول. لقد أطلت عليكم أيها الأحبة، شكرا على حسن استماعكم وأتمنى لكم. شكرا جزيلا للإعلام والمفكر الأردني الدكتور هشام الدبان. الآن مع الدكتور أحمد أنس استشاري العلاج الطبيعي ودكتوراه في العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة. تحدثنا عن أحد الموضوعات الهامة، تحدث عن آلام أسفل الظهر عند النساء، فليتفضل. برحب بسيادة السفيرة الأستاذة أمنة محسن العبد، أمين العام المساعد الشبكة، وضيفتها الكريمة الأستاذة حنان فضل. نورتونا، أهلا وسهلا. برحب بالأستاذة نجوى فضل. أستاذة نجوى فضل أرحب بيها من قيادات البارزة في عدن، وطبعا سيادة السفيرة أستاذة أمنة جات متأخرة فإن شاء الله. تفضل يا دكتور أحمد. ورحب بالدكتورة مريم الباتور الكندري من السودان، نائب رئيس التنفيذي لمجلس الاستشاري. نحييها دكتورة مريم، أستاذ في الجامعة الأمريكية. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. فنتكلم عن مشكلة ألم أسفل الظهر عند السيدات. المشكلة دي موجودة عندنا رجالة وستات، عشان الرجالة الأعمار والسلم هو عندنا رجالة وستات، تمام؟
بس الابحاث اللي انا لقيت والاحصائيات ان 80% من الناس اللي بتشتكي من الام اصفر بالظبط سيدات، صح؟ يعني كل 10 اشخاص ظهرهم بيوجعهم من ورا في منهم 8، يعني واضح انه يبقى في منهم 7. تمام؟ دكتور عمر بيقول لك ايه، مش في مساواه؟ يعني 50% و50% ده ظلم. هنقول احنا بقى 80% اللي في حاجات كده الاسباب اللي احنا قلناها دي هتوضح ليه 50% ايه؟ ستات فعلا الام اصفر بالظبط. اول حاجه عندنا التغيرات الفسيولوجيه. التغيرات الفسيولوجيه دي في فتره اللي هي فتره الفيلود يعني او الحاله من المره ربنا بيفرز هرمونات ما قبل الفتره اللي بتبتدي واثناء الفتره دي. طيب الهرمونات دي بتعمل ايه؟ الهرمونات دي بتعمل شويه تقلصات في الرحم. طيب التقلصات اللي في الرحم دي هتبقى في الرحم قاعده هنا على طول؟ لا، ما عايز تخرج، عايز تخرج من بطانه الرحم عشان تطلع ايه؟ لبره. فتقوم وهي تخرج من بطانه الرحم شده الالم بتقل، لكن وهي بتخرج كده بتخرج ساكته ازاي؟ لا، بتقوم جاي عامله ضغط على الاعصاب والاوعيه الدمويه، فما تضغط عليهم بتخلي الدم والاكسجين اللي رايح للعضلات المحيطه قليل، فبالتالي ما يحصلش استشفاء او التغذيه المناسبه للعضلات اللي ورا. ده طبعا غير تغير الحياه المزاجيه المزاحمه لانه الدوره الشهريه. تاني حاجه عندنا السكريات الخاطئ. هنا عندنا جزئين، في مرأة عامله وفي مرأة مش عامله. المرأة اللي عاملها كده كده وده يكون في عونها من الشغل هي فيه او الزواج فيه، تمام؟ فكده كده احنا طبعا بنتعب في الشغل سواء بنقعد كتير على المكتب او سواء كتير واحنا رايحين او بنمشي فترات طويله. تاني حاجه بقى جزء البيت اللي هي الاعمال المنزليه. الواحد منكم بتنسى نفسها في البيت. النهارده انا عندي طبيخ وغسيل ومش عارف اخش اسكت على طول تك 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 واحده واحده. ما الجسم دوت ليه حق علينا. فانا دلوقتي لو عندي غسيل وطبيخ مش عارف مذاكره بعمل كله ورا بعض، فده بيزود الحمل على العضلات. طيب في حاجات تانية احنا بنعملها برضه بتبقى خطأ، زي ايه؟ ان انا مثلا باجي اشيل حاجات بطريقه غلط، اقوم جاي موطي على الارض وشايل اهو ظهري وجعني. طيب صح؟ طيب اول ان انا مثلا وانا خارجه راح مثلا اجيب حاجات من بره بشيل الحاجات في الناحيه واحده، او شايل الشنطه دايما على انا متعود ان اشيل الشنطه بتاعت فوق على الكتف اليمين. فده يحصل انحناءات في العمود الفقري واضغط على الجزء والجزء الثاني لا. تمام؟ ممكن بعد كده الالم بدل ما هو مجرد الم في الظهر بس من تحت في المنطقه دي يبدا الموضوع يزيد. الحمل يبدا يزيد على الفقرات، فبالتالي الفقرات تدوس على الغضروف اللي بينهم يخرج بره يدوس على الاعصاب زي حضرتك ما بتشتكي كده ويحصل تنميم. يبقى مش مجرد مكان وجع في الظهر بس، لا الموضوع يزيد. وده نتيجه ايه؟ اهمالنا. مش هتيجي مش حاجه ثانيه، اهمال. احنا اهم حاجه عندنا سايبين نفسنا. صح؟ مين؟ هلا واحده 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 واحده. ما احنا بنعرفه دي 80% بس بعد كده هنقول لك ان شاء الله. تالت حاجه زياده الوزن. احنا طبعا قاعدين في البيت بناكل وناسيين نفسنا. هو دايما الواحد ما يحسش ان هو ايه، هو فجاه بيحس ان هو تخن. يعني لكن انا هتخن دي مش بحسبان خالص. ايه ده؟ ده ما كنتش كده. يجي نسى الفستان يقول لك الفستان ده او الجاكيت مش ده، لا حضرتك نسيت في الوزن. اه في الدراية عصبه مش شويه في الدراية. فاحنا نسيت غير طبعا الناس اللي يعني حالتها المزاجيه وحشه، فانا هاكل. فرحان هاكل. يعني بفرح باكل بزعل باكل. ففجاه بلاقي وزني زاد مهما كان السبب. فلما الوزن يزيد يعني ساعات بقى طبعا اكتر حته بتزيد عندنا الارداف او البط. فلما انا دلوقتي بزيد من هنا طبيعي ان الوزن المفروض هيشدني لقدام. فانا تلقائيا عشان اعوض الوزن ده بقوم جاي ايه؟ راجع فالي ظهري لورا، فده بيزود الحمل على العضلات. تمام؟ غير طبعا ان زياده الوزن دي بقى وراها امراض كتير زي السكر والضغط والخشونه ومشاكل الاوعيه الدمويه وغيره. تمام؟ رابع حاجه اسلوب الحياه. اللي هو بقى الناس واخده نمط حياه ساكن. يعني في ستات بتشتغل بتقول لك الى حد ما بتتحرك برضه. لكن في ستات في البيت تعبت. فنقول لها انت عامله ايه مجهود؟ تقول لك يا دكتور ما انا بقعدش، ده انا رايحه جايه في البيت. فاكره ان هي كده بتعمل مجهود. هو الجسم خد على المجهود ده. فما تفتكريش ان انت كده بتحرق. لا، طب اعملي اي رياضه؟ مفيش. طب انزلي مش عارف ابدا ايه بكره. دايما كده ايه سايبه الحياه ساكته ولا اي رياضه ولا اي مجهود. طيب هنقول بقى احنا عليك الحاجات دي ازاي؟ احنا دايما هنا برضو بتكلم باسلوبين. اول حاجه الوقايه، عشان الحمد لله الحمد لله الناس اللي ما بتشتكيش تخلي بالها من نفسها، والناس اللي بتشتكي تبدا ايه؟ معاها. طيب اول حاجه التغيرات الفسيولوجيه اللي قلنا اللي بتحصل اثناء فتره الحمل.
يعني كان فترة سوري الدورة الشهرية. هنتكلم عن حوالي 24 ناس اللي قصة غيرهم متجوزين وكده. الوقت بقى أي حاجة بيحصل بتعرف في ظهره وهو بتقوم ياخد مسكن على طول. المسكن بقى هيسكن الوجع. يعني وطبعا المسكنات قلت لهم بتعمل مشاكل في الدورة الكبيرة زي ما احنا عايزين. أنا مطالب مني بس إن أنا أعمل كمادات مية دافية مرتين في اليوم 10 دقايق أو ربع ساعة على الظهر. قربة بقى موجودة أو مسخن مية نحطها حتى في كيس. دافي كده ونحطه على ظهري من ورا 10 دقايق ربع ساعة ونبدأ أي مرهم مضاد التهابات. أي مرهم بقى بدون أي اسم. طيب. تاني حاجة عندي تعديل السلوكيات. إحنا قلنا بقى دلوقتي إيه؟ الناس اللي قاعدة في البيت على طول بتعمل شغل البيت، ما تعملش كل شغل البيت مرة واحدة. يعني اعمليه حاجة هغسل دلوقتي وأريح وبالليل هعمل أو أطبخ مثلا خلينا على العصر أطبخ العصر والغسيل مثلا بالليل أو تاني يوم مش شرط أجمع كله. طيب وانا واقفه بعمل مثلا اعمال منزليه في البيت بقدر اعمل حاجه وانا واقفه على طول. طب حضرتك استريحي والكلام ده احسن مع والدتي مثلا ولا ارتاح تقول ادي على السريع على السريع على السريع على السريع اللي خدت حاجه في الثانيه في الثالثه هوب ظهري قفش عليا. اما اجي اشيل برضه حاجه هنتعلم ازاي نشيل بطريقه كويسه. تمام نيجي بعد كده نتبع نظام غذائي صح. يعني احنا مش بنقول فكره الدايت. انت برضه حضرتك لما بتروح طبعا الدكتوره يعني موجوده في وزاره التغذيه طبعا فلازم تروح للدكتور تغذيه هو مش بيمشيك على نظام دايت ولا حاجه هو بيعلمك ازاي تاكل الصح. يعني اقول له وجبه عايز فيها نشويات وبروتين ودهون وفيتامينات بس اخدهم ازاي ومعادهم امتى. دي مشكله الناس اللي بيزيد في الوزن الوجبه معادها امتى ومكوناتها ايه. المكونات ممكن تغير عنها بس التوقيت الناس اللي بتاكل بالليل تقريبا برجع من الشغل متاخر كل حاجه ليها حل مفيش حاجه اسمها كده. تمام ده كمان عشان يعني الناس اللي وزنها كويس نحافظ على وزننا وعشان ما يجيش ضغط كده فهمت ازاي لا مش عايزين نسمع دي. بعد كده ممارسه اي نشاط رياضي ان شاء الله لو ماشي 10 دقائق في اليوم 10 دقائق ربع ساعه كده مثلا الناس اللي بتشتغل لو انت معاك عربيه هركن العربيه مكان بعيد شويه ماشي. طب اعمل في البيت هنزل بدل ما اجيب حاجه من الماركت اللي تحت هطلع قدام شويه واجيب اي رياضه لان الرياضه بتعمل ضعف العضلات طول ما عضلات الظهر ضعيفة يبدأ الحمل يزيد على الفقرات والغضاريف. تمام؟ بالنسبة برضه للوزن الست بتبقى حامل أوقات كده كده بيحصل وجع في الظهر تيجي وزن البيبي بس أنا بتكلم إن إحنا بعد ما بتولد هي دايما تلاقيها شايلة الطفل مريحها مثلا على جنب الشمال تفضل على طول شايلة كده فده برضه بيعمل حماية في العمود الفقري ووجع فأبدل هنا وهنا زي فكرة برضه الشنطة بتاعت البرو كده. هنقول بقى شوية تمارين بسيطة كده نعملها في البيت مش هتاخد مننا وقت عشان خاطر ايه حتى لو ظهري بيتعب وطبيعي بيتعب اي حد طبيعي ظهره بيتعبه سواء في البيت او بره من الشغل وكده هنعمل شوية حاجات بسيطة بس كده عشان خاطر نريح الحاجات دي. تمارين اطالة لعضلات الظهر اللي ورا التمرين ده اتعمل 30 ثانية ثلاث مرات عايز تعمله من وضع ده ماشي عايز تعمله من وضع ده ماشي لو وضع السطول يا ده تاني تمرين معانا ده تمرين تقويض عضلات الظهر تبقى في الوضع الاولاني ده عادي ارفع فوق وانزل ارفع وانزل 10 عدات ثلاث مرات. التمرين اللي بعده ده الى حد ما بيحافظ على حاجه اسمها الموبيليتي يعني الحركه بتاعت العمود الفقري نفسه ان انا اديله البراك بتاعه هو يطلع لقدام ويرجع لورا برضه هعمل التمرين ده في الوضع ده كده ارفع وسطي فوق وانزله لتحت برضه 10 عدات ثلاث مرات. لا لا الطريقه اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنشيل حاجه ما استسهلش حاجه وقتنا على الارض اهو لا انزل بركبتك عادي واطلع ما انت بتنزل بركبتك بتحمل على العضلات بتاعت الرجلين لكن انت ما بتعمل كده بتحمل على العضلات بتاعت الظهر. تمام ده زي ما قلنا كده دي برضو الناس اللي بتبقى لسه مخلفه ان احنا قلنا شويه عشان خاطر بدل ما تشيل الطفل في ناحيه واحده شويه هنا وشويه هنا زي الشنطه او انا شايف حاجات كتير ماسكها في يمين وشمال عامل توازن وان شاء الله كلنا بصحه جيده كده وربنا معاك. شكرا جزيلا نشكر الدكتوره احمد هانس جزيل الشكر والتقدير. الان مع الدكتوره منال زغزوق خبيره الاسره وانقياديه في شبكه اعلام المراه العربيه تقدم ورقه عمل تحت عنوان دور المراه في المجتمع فلتتفضل. والدكتوره منال زغزوق شخصية معروفة جدا جدا في محيط قضايا الأسرة والمجتمع ولها دور بارز وتستحق كل تقدير واحترام ولها مكانة كبيرة جدا في قلوب جميع قيادات الشبكة وأعضاء. تفضلي يا دكتورة منال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا غلط ولا فيش. نحط بس اسمها والصورة أولا. تفضل. كل عام وحضراتكم جميعا بخير. بالمناسبة يعني مليانة أعياد ومليانة ربنا يديم علينا يا رب الأعياد كلها. كل سنة وأنتم طيبين، بمناسبة عيد المرأة وبمناسبة عيد الأم وبمناسبة النهاردة ليلة النصف من شعبان ورمضان، ربنا يعيد علينا أيام جميعا بخير. كل الأم تسلموا يا بخير يا رب إن شاء الله. دور المرأة في المجتمع، طبعا المرأة في المجتمع هي نصف المجتمع بل هي العمود الفقري للمجتمع. دورها أساسي، هي الأم، تربي، تعلم، هي القدوة، هي المثل الأعلى لأبنائها. يقول أمير الشعراء أحمد شوقي الأم المدرسة: إذا أعددت شعبا طيبا أعرف. هي تربي الأجيال منه فيصبح منه العالم والطبيب المهندس والوزير. ممكن تعلي الصوت شوية يا دكتورة عشان بس الفيديو. تفضل. المرأة هي الزوجة الحبيبة والشريكة وشريكة الحياة، هي السكن للرجل والقوة الدافعة لنجاح الرجل في الحياة. المرأة هي سر جمال الحياة، فهي مصدر العطاء والحنان والأمل والبسمة في كل بيت. هي الابنة والأخت والأخت المحبة. المرأة هي الوزيرة المالية في إفتاح كل أسرة، فهي مدبرة ومنظمة لشؤون أسرتها والأبنائها ببراعة وتفوق عبر كل الأجيال. المرأة تمتلك قدرات عقلية قوية ومهارات فائقة، وهي لها شخصية مستقلة ورأي ناضج لا يقل عن أي رأي أي رجل. المرأة لها دور في بناء المجتمع، والمرأة أصبحت وزيرة وطبيبة ومهندسة ومستشارة قانونية وسيدة أعمال ورائدة الفضاء وعالمة في كل في كافة المجالات. المرأة عبر الأجيال رائدة ومطورة ومعلمة، وقد اشتركت المرأة في الثورات العربية، فأول شهيدة في ثورة 1919 في القاهرة كانت امرأة مصرية هي حميدة خليل، وكانت تحمل الهلال مع صليب، وأيضا السيدة صفية زغلول ودورها العظيم في الذي ذكره التاريخ. وأيضا نذكر المجاهدة العظيمة جميلة بحريق التي جاهدت ضد الاحتلال الفرنسي وفي الجزائر وغيرها كثير من الأسماء العربية العظيمة. المجتمع الإسلامي كانت مكانة المرأة غالية وعظيمة، فالمرأة أول من دخل في الإسلام وأول من سجد لله وهي السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من ساند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنته بقوله: أبشر فوالله ما يؤذيك الله أبدا، إنك لا تؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث، فكانت نعمة دائم المعنوي والمادي. والمرأة هي السيدة عائشة رضي الله عنها التي تلقى على يدها الدين الكثير من الرجال من الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة أيضا هي من نصب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة داخل المسجد النبوي لتعالج الرجال، وهي السيدة رفيقة أول طبيبة في الإسلام، وهي أيضا وزيرة في الإسلام أول وزيرة في الإسلام في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، شفاء بنت عبد الله وزيرة لمراقبة الأسواق لتراقب على التجار. وقد كرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وأعطى لها حقوقها كاملة في الميراث وفي الزواج بعد أن كانت في الجاهلية ليس لها أي حقوق، وأيضا جعل لها صورة كاملة باسم النساء، سورة النساء. وقد تكلم القرآن عن امرأة تقود شعبا كامل وهي الملكة بلقيس بكل عظمة وكل فخر، ووصف حكمتها وذكائها وكيف تكلمت مع سيدنا سليمان عليه السلام بكل قوة وعظمة. وفي آخر خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت وصية في خطبة الوداع، كانت وصية النساء وسيدخل النساء، فقال في قوله: استوصوا بالنساء خيرا. وبرغم من ذلك كله ما زالت تعاني في بعض المجتمعات المرأة من الظلم والعنف اللفظي والجسدي والقهر،
بسبب عادات وتقاليد الجاهلية، بل وأيضا لا زالت بعض العائلات تمنع المرأة من حقها الطبيعي في الميراث. كل هذه الممارسات ليس لها أي أساس من الصحة في الدين ولا الإنسانية، وللأسف يتكلمون باسم الدين، والدين بريء مما يقولون ويفعلون. إن الله سبحانه وتعالى تعامل المرأة على أنها ناضجة لا ذمة مالية مستقلة حتى لا تهان وتظل معززة ومكرمة. لقد غفلوا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وللأسف بعد أن أكرم الإسلام المرأة ورفع شأنها وعززها، فهناك فئة في المجتمع تعيش في ظلمات العصر الجاهلية وتظلم المرأة وتنظر إليها نظرة دونية. وهنا يأتي دور المجتمع الواعي لنشر الثقافة الدينية الصحيحة وتوعية المرأة بحقوقها وتعزيز ثقتها في نفسها وإرشادها بدورها في المجتمع في كافة المجالات. وفقنا الله جميعا ورفع شأن أمتنا وشأننا جميعا. وتقدم بالشكر للدكتور صلاح مطر صلاح الدين على مجهوده الكبير جدا. خبيرة شؤون الإرشاد الأسري وخبيرة التنمية البشرية الدكتورة منال زغزوط القيادية المتميزة في شبكة أعلام المرأة العربية. الآن حان موعدنا مع الشعر مع الشاعرة الأردنية البارزة الأستاذة وداد سلام القرالله نائب رئيس اللجنة الثقافية في الشبكة، فلتتفضل على المنصة لتلقي لنا قصيدة أو قصيدتين. أرجو أن يكون من بينهم قصيدة حواء. تفضلي يا أستاذة وداد. مساء الخير عليكم جميعا. كل عام وانتم بخير. اكيد من دواعي سروري ان اقف بينكم بمناسبه عظيمه يوم المراه العالمي. واذا كانوا قالوا بان المراه نصف المجتمع، المراه المجتمع كله. باختصار هي النصف وتربي النصف الآخر. يسعد مساكم جميعا. ما بديش أتكلم. نرحب بالعالمية الدكتورة جيهان الفاعي نورتينا. قبل حوالي الأستاذة جيهان الزهيري منورانا، العالمية الأستاذ عبير عوام، دكتورة رحابة عبد المنعم. تفضلي يا قبل حواء. ألا يا مصر يا بلد الفضيلة، فأنت الأصل والبلد الجميلة، وأنت السيف إن عزت سيوف، وأنت الود في جمع القبيلة. جنان النيل بعض من ثراها، حماها الله من أيد دخيلة، وشعبك كم أقام على ثراها، معالم لا تزال لنا دليلة. سل الأهرام، سل الأهرام والأهرام تروي حكايات الإرادة والرجولة. فأنت العلم إن جهلت شعوب، وأنت العلم بل أنت الوسيلة. حماك الله، حماك الله من كيد الأعادي، وأبعد عنك كل ذي رذيلة، وأبعد عنك كل ذي رذيلة. الله احسنت يا استاذ، نبادلكم حبا بحب. والله مصر تبارك كل الشعوب العربيه. بارك الله فيك دكتور. كل الشكر طبعا لحضره الدكتور معالي المستشار معتز صلاح الدين اللي دائما جامع على الخير.
خير ودائما بحسس انه الست في مكانها الحقيقي في مجتمعاتنا العربية. كل الشكر والتقدير لحضرة اللواء، وبمسي على ابن بلدي دكتور هشام وعلى الجميع. حواء قبل ما تستغرب، بس أنا نحتاج، لأنه الحقيقة قالت المرأة كل المجتمع يعني سيأتي يوم يطالب فيه الرجل حقوقه من المرأة. فاضل 5 دقايق وهيبقى في بريك بعد القصيدة دي، بس ما تخرجوش يعني، نفضل قاعدين شوية. حواء، مكتوب في أناجيل عينيك أنه في البدء كانت الكلمة، البكر الحكر كانت على الماء وأنت الماء، الإناء القادم من رحم العذر، أنت أبجدية الضحك وأحرف البكاء، وأنت كل الأشياء، وأنت الضرع النبع القادم من السماوات السبع التي ليس فيها موضع قدم لنبضة عشق عمياء. سفر التكوين سكب فيك البحر، وطعم نغم الزهر، ورائحة الفجر كحل عينيك، وصوت الليل وجموح الخيل عمدك بالرقة، وأنبتك في الغل دقة دقة، وأفرغ فيك الهدأة والأنواء، زرع فيك الشجر، رسم على كفيك المطر، وصنع رأسك من حجر، ووجهك من قمر، وجيدك من مرمر، وفمك من السكر، وجسدك من العنبر، ودمعك لؤلؤا يتحدر. ضحكتك صبح أسفر، فأصبحت سحرا يؤثر، لا تبقي ولا تذر، أصبحت بشر جميلة كوردة، تعطيك حتى ترضى، تعطيك حتى ترضى، سنبلة وأرضى، نافلة وفرضى، لكنها ليست فرض. لكنها ليست فرض، إنها اختيار، إنها السكينة والدار، إنها دفء مدرار، إنها الحمامتان، إنها الحمامتان والغار، إنها ذات النطاقين، وأجمل مخلوق بين الثقلين، إنها الكلمة، إنها البدء والانتهاء، إنها الشيء وكل الأشياء، إنها الماءان، ماء الماء وماء الماء، إنها حواء، إنها حواء، إنها حواء. الآن شهادة تقدير لمعالي الدكتور الإعلامي والمفكر الكبير الدكتور هشام الدباغ. الآن زي ما ذكرنا عيد الميلاد، تفضل دكتور هشام، عيد الميلاد 7 لشبكة إعلام المرأة العربية التي شرفت تأسيسها في 15 مارس 2015. فالآن تفضل.
خلي الدفع فاصل احتفال صغير صغير كده ترفع عليها شعار الشبكة أدور أستاذة أحلام جليل نية تقطع التورتة. تفضلي يا أستاذة أحلام. تفضلي الآن التورتة يعني بعد قليل ستصل. تفضلي يا أستاذة الله خليها هي تقطع التورتة نيابة عن كل النساء العالم العربي. تقديرا لها واحتراما ومحبة. وأنا بتجاهل عن يعني إن أنا أقطع التورتة هي أستاذة أحلام اللي قطعها نيابة عني. تفضلي. شكرا وبعد كده أريد يعني وأنا أعود بعد 35 دقيقة من الآن 35 دقيقة من الآن عشان خمس دقائق التورتة ونص ساعة تعالي نصور سلمى يعني أريد أن سيدات الشبكة الأول يتفضلوا تفضلوا وبعدين تفضلي يا منار يا الصورة التذكارية فضلت الأستاذ عبيد سيادة السفيرة الأستاذة هاملة محسن الأستاذة نجوى فضل شخصية متميزة من عدن الأستاذة رايا نعمان دكتورة زياد الفاعل تفضلي شكرا عاوز انضم بقى خليكم بقى احنا ننضم اليوم بقى اتفضل يا شيخ هو زايد دايما كده يعني طبعا ايه يا مرة ده كل ده طلع شكرا يا جماعه شكرا محاضراتكم في الجلسه الثانيه ونشكركم جميعا لحضوركم ووجودكم معانا واتمنى يكون احتفاليه بسيطه اللي احنا عملناها بخصوص عيد ميلاد الشبكه السابعة تكون عجبتكم جميعا. يمكن قبل ما نبدا في الكلمات عاوز اقول ان الكلمه القادمه هتكون مع الدكتوره سلمى بن ناجم. لكن قبل ما ابدا في الكلمه وصلتني الان بمناسبة انعقاد هذه الندوة رسالة من الأستاذ انتصار الهدالي رئيسة مؤسسة من حق لتمكين المرأة سياسيا بالأصالة عن نفسها ومؤسستها وفروعها في عدن ومصر وسويسرا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة والأخوات في شبكة إعلام المرأة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي باسمي وباسم أعضاء إدارة مؤسسة من حق لتمكين سياسة المرأة في كل فروعها في عدن ومصر وسويسرا أن أهنئكم بمناسبة تأسيس شبكتكم لإعلام المرأة العربية وذكرى تأسيسها السابع التي نرى جميعا عملها الملموس والكبير برغم حداثة تأسيسها لكنها في فترة وجيزة في سنوات قليلة استطاعت أن تصل إلى كل أصقاع الوطن العربي بل وإلى كل النساء العربيات في كل أصقاع العالم وهذا ليس بغريب على أبناء مصر الأبية الصداقين في النضال والعمل والذين يضربون أروع الأمثلة في الإخاء والوفاء والسعي إلى وحدة الصف العربي متمنية لكم مزيدا من التقدم والازدهار كما أهني عبر شبكتكم الكريمة كل نساء الوطن العربي بمناسبة 8 مارس متمنيا لهن النجاح ومزيد من تحقيق الأهداف لكي تصل المرأة إلى ما تصبو للحصول عليه وحصول على كافة حقوقها في المجتمع بالأخير سلام مني لأم الدنيا الحبيبة مصر مصر الحضن والحصن المنيع والسند القوي لكل الأمة العربية وأتمنى وأدعو الله أن يحميها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن ونعمة الأمن والأمان ولكم جميعا ولكل نساء الوطن العربي أينما كانوا ألف تحية للجميع أختكم انتصار الهدالي رئيسة مؤسسة من حق لتمكين المرأة سياسيا من سويسرا هي طبعا من عدن واسست هذه المؤسسه في عدن وهي الان في سويسرا يعني ايضا ولها فرع في مصر
ولها أهداف سامية كثيرة جدا، ومن أهدافها طبعا تمكين ومساندة المرأة، وأيضا طبعا في ظروف الحرب في اليمن تقوم بدور متميز. الآن مع كلمة الدكتورة والشاعرة سلمى بن ناجم، رئيس المجلس الاستشاري من شبكة المرأة العربية، وهي من دولة ليبيا. كلماتها تحت عنوان كيف كرم الإسلام المرأة، فلتتفضل على المنصة على البوديوم. طبعا دكتورة سلمى بن ناجم من الشخصيات الرائدة معنا في الشبكة، ومن الشخصيات التاريخية في الشبكة. يعني هي بتيجي من أيام كان ابنها هيثم موجود، المنشد هو عنده 16 سنة دلوقتي، وكان بيجي من أيام كان عنده يعني 9 سنوات. تفضلي يا دكتورة سلمى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، وكل عام وأنتم بخير، وهذا الشهر الكريم الذي مليء بالمفاجآت السارة والأيام السعيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نهني أنفسنا ونهني قائد شبكة إعلام المرأة العربية والمستشار الدكتور معتز صلاح الدين